الاستفاده. بقى مستمره مشاهدينا مع اخصائيه في الترويض الطبي لاله هند احنجي اللي دائما حاضره معنا منورنا كتقاسم معنا مواضيع جد مهمه. واليوم الترويض قبل وبعد عند السيده الحامل. غادي نطرقوا لهذا الموضوع، غادي نجاوبوا على بزاف ديال التساؤلات ديال المشاهدين ديالنا، ولكن قبل عطينا واحد التعريف شامل بخصوصه. دونك كما كنعرفوا الجسد ديال المراه الحامل يعني كيوقعوا فيه بزاف ديال التغيرات، صح، كساسوا او نيفو هرمونال يعني تغير في الهرمونات في لا بريز دو بوا زياده في الوزن، مي اوسي دي شانجمون فيزيولوجيك ديال لي زاباري نوتامون الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي ولا لاباري كارديو فاسكولير. دونك هادو هما جينيرالمون التحولات اللي كيكونوا اللي كيوقعوا عند السيده في الجسد ديالها. مي كاين اوسي ان الارجيسمون ولا دو لا كافيتي فاجينال يعني حتى او نيفو ديال لاباري جينيتال كيوقعوا تحولات، وهذا اللي كيهمنا اكثر وتغييرات كذلك كيهمنا اكثر المشكل يعني لو بلو فريكون سي لو غولاشمون دو موسكل بيريني. نعم نعم لاله هند، نبغيو نركزوا اكثر على هذه التغييرات اللي كطرى عند السيده في فتره الحمل عندها وكذلك بعد الحمل، شنو هما التغييرات اللي كيكونوا وشنو هو الاختلاف؟ داكور دونك على بزاف ديال 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 المستويات. انا باغ اكزومبل او نيفو كاردياك لا فريكونس كاردياك كتزيد يعني تقدر توصل حتى ل 10 15 باتمون بار مينوت، لانه كما كنعرفوا خاص اون سيركولاسيون اللي غادي تغذي اي لا مامون اي لو الجنين اي لو بيبي. عندنا اوسي ان اسوفلمون سي دا كتولي كتنفس بواحد الطريقه كتلقى راسها اون هيبر فنتيلاسيون يعني كتولي كتنفس ديما مرهقه في التنفس ديالها حيت خاص عاوتاني نوتر خاص عاوتاني ان بوزوان en oxygène suffisant suffisamment d'oxygène la maman ou le jeune d'elle. Il y a aussi les problèmes de lombalgie ou de lombosciatalgie. Elle a asphal dar يعني بما كتكون انه كتكون واحد الزياده في الوزن محد البطن كيكبر محد كتزيد هاد لا لوردوز لومبير كتاكسونتوا كتزيد تحفر هاد لابارتي هادي كتعطينا اون هيبرلاكسيتي ديال الروابط في ليغامونتير ولا حتى ان غولاشمون في لي موسكل ديال الظهر. كاين اوسي لي بروبليم سيركولاتوار كسا سوا دو لا سيركولاسيون فينوز ولا لامفاتيك. كتقول لك لا ماما عندي كنحس بسكون ابيل لي جامب لورت كيتنفخوا ليا رجلي، كنحس بالحريق في رجلي، كنلقاو دي زوديم او نيفو دو لا شوفي ولا او نيفو دي بيي ولا السيدة الحامل كتبان عندهم اللي كيعطينا اوسي دي فاريس بار لا سويت اللي كيخافوا منهم لي ماما كتقول لك خفت لا يجيوني لي فاريس. دونك جينيرالمون هادو هما لي كومبليكاسيون ولا ديال الحمل ديال لا غروسيس. نعم هادو يقدروا يشكلوا لينا بزاف ديال العواقب عند هاد السيده هادي. نبغيو نتكلموا ونركزوا اكثر على هاد العواقب ونعطيو الحيطه والحذر لكل سيده يعني حامله في فتره ديال الحمل ديالها وباغات تفادى هاد المشاكل. داكور دونك العواقب كيقدروا يكونوا سورتو بعد الولاده. دونك كما هضرنا توتالور كاين عندنا لو بروبليم لو بلو فريكون عند السيدات الحوامل بعد الولاده اولا ابخي لاكوشمون باغ فوا باس يعني ان اكوشمون ناتشوغيل ولاده طبيعيه هو لو برولابسوس اولا سكون ابيل لا ديسونت دورغان يعني هبوط الاعضاء. كما كنعرفوا كاين عندنا كنحاولوا نشرحوا للسيده في الاول نحاولوا نديروا ام تي رابيل اناتوميك ديال كيفاش هاد لو بلانشي بيلفي بيرينيال كيفاش هاد العضله كتكون بحال واحد الحامل هي اللي كتهزنا لي فيسير الفوق. كيكون عندنا لا فيسي ان افون كيكون عندنا لوغيتر ان اريير او لوتيروس الفوق كتشكل واحد لو سوبور كتكون هازاه. فاش كتوقع الولاده ولا فاش كيوقعوا لي بوسي ولا لي كونتراكسيون فاش السيده كتدفع هذاك لو موسكل كيترخى. فاش كيترخى عندنا لو موسكل كتقدر توقع اون ديسون دورغان كتهبط سوا لا فيسي سوا دي فوا الله يحفظ ميم لو ريكتوم. دونك هذا هو المشكل هذا هو لو برولابسوس لو برولابسوس سكو نابل لو برولابسوس جينيتال ولا لا ديسون دورغان. يعني فاش كيوقع كاين هذاك لو موسكل لو بيريني كيفقد هذيك ليلاستيسيتي اولا لا تونيسيتي ديالو يعني هنا فين كيجينا مشاكل ديال سكو نابيل لانكونتينونس اورينير ولا لي فويت اورينير السلس البولي. السيده ما كتبقاش تقدر تحكم في لانفي دوريني ولا يعني كتبقى يعني كدير كتبول على راسها وهذا مشكل اللي نقدر نقول باقي سي ان سوجي تابو كسا سوا في المغرب ولا خارج المغرب في البلدان الاخرى. السيده كيكون عندها واحد الاحراج ما كتقدرش تقول للطبيب ديالها ما كتقدرش تقول له هاد الحوايج هادو صح. يعني وكيكون واحد التخوف هذا خطا صراحه خطا يعني انا من هذا المنبر نبغي نركز على هذه النقطه هذه مادام انا غادي نمشي ندير تشخيص عند دكتور مختص يعني في المجال اللي غادي نمشي ليه انايا نقول ليه كل شيء باش نلقى الحلول سي اون كونديسيون بحال كاع لي كونديسيون ميديكال اللي كاينين ما كاينش عيب ما كاينش حشومه بالعكس غادي تقلل عليك بزاف ديال المشاكل اللي كيقدروا يجيو مع السن من بعد حيت لا ديسون دورغان تقدر تجي سوا بار ان اكوشمون تروماتيزون ولا عندها مشاكل اخرى. دونك جينيرالمون هذا
هو المشكل الكبير سي لو بخولابسوس اللي كيتشكاو منه اللي كتكون اون بريسكريبسيون ديال لا ريدوكاسيون بار لو ميديسان تريتون ولا بار لو جينيكولوج. نعم اكيد لاله هند احنا جينا هذه المشاكل كامله كتختلف حسب كل حاله. نتكلموا على هذا الاختلاف اللي كيطرا حسب كل سيده والفتره ديال الحمل ديالها كذلك. داكو دونك احنا هضرنا على هذا لو بروبليم ديال لو بخولابسوس, يعني كيكون لا ريدوكاسيون كيكون عندها ان رول بريفنتيف اي كوراتيف, يعني نقدروا حنايا نتجنبوا هاد المشاكل بالترويض الطبي ولا نعالجوهم. دونك في يعني كسا سوا دي فوا لاكوشمون كيكون مختلف, دي فوا كيدوز ان اكوشمون ناتوريل بار فوا باس عادي كيكونش فيه دي كومبليكاسيون كدوز السيده مرتاحه ما كاينش مشكل. كاين اوسي دي لاكوشمون تروماتيزون اللي كيجيو دي كيعطيو دي كومبليكاسيون بار لا سويت سوا دي ديشيرور سوا جوستمون هاد لو برولابسوس هذا. مي كاينه واحد الحاجه اخرى ايضا ان كنقولوا دي فوا كتقول لك لا مامون سي لو بري ابي, هذا هو الثمن اللي كندفع حيت ولدت بار فوا بس ولا حيت ولدت بطريقه طبيعيه. هذا غلط غلط لانه لو بيريني اي بوت اتر انفلوانسي ميم بار سيزاريان الا ما كانش ا كوز دي بوسي ولا دي كونتراكسيون ولا في هذاك لو باساج ولا في لا ديليفرانس, يعني داك ليفور اللي كدير لا مامون راه كيكون بار ان شانجمون هرمونال ولا تو سامبلومون بار لو بوا ديال لو بيبي اللي كيكون كيدفع عليه. هادشي باش كيترخى, هادشي باش يقدر يترخى. دونك كان مش كان مشكل كان ان بروبليم دو برولابسوس ولا ما كانش, لا ريدوكاسيون كتبقى يعني كتبقى مفيده جدا بيان سور ابري بريسكريبسيون ميديكال بيان سور. دابا نبغي نهضر على لو رول او الدور ديال الدور الاساسي ديال الترويض الطبي وكيفاش كيقدر يتدخل كذلك. اكزاكتومون خلال فتره الحمل او اون بريبارتوم حنا كنحاولوا نوجدوا سان كومب سي ان اكومبانيمون باردون ديال السيده الحامل توت لون لا غروسيس, يعني من الاسابيع ديالها الاولى كنحاولوا نتبعوا معاها كنحاولوا نوجدوها كنشرحوا لها لي زيتاب ديال كيفاش غيدوز ان اكوشمون كنشرحوا لها لي زيتاب كنديروا لها ان تي رابيل اناتوميك لو بيريني ديالها ولا اكوا سا سير ان بيريني وكيفاش غتتم كيفاش غيتم هذاك لي لارجيسمون لا كافيتي فاجينال وكيفاش غيهضر كيفاش غيهبط لو بيبي. كنحاولوا نديروا دي زيكسيرسيس باش نعاونوها باش تعاون لو ميديسان ولا لا ساج فام سي دي بوسي ميتريزي كي فالوار ميتريزي او توت ان كوردونون حتى لا ريسبيراسيون مهمه جدا. نهضروا على لو طراي ديال لا ريسبيراسيون بار سويت, يعني غنحاولوا نعاونوها في هذا في هذا السنس. هذا غنحاولوا اوسي نخفوا من الالم من حده الالم اللي كتحس بها اللي هضرنا عليهم قبيله لي لومبالجي الالم اللي كتحس به في المومبر انفيريور. كيفاش كتقدروا تدخلوا باش تحبسوا هذا الالم هذا؟ واخا نرجعوا لهاد النقطه ابري بغيت نكمل لك فوالا اكزاكتومون نشرح لك التقنيات بار لا سويت. كاين اوسي بغيت كاين الم المفاصل سورتو في لو مومبر بورتون اللي هو لو مومبر انفيريور سورتو في لي جونو كتحس المراه كتحس جيري جو بارلي دو غونالجي سورتو لي غونالجي يعني المفصل ديال الركبه vu qu'il y a le poids ou un tril si d'accord comme nous donc on essaie de faire des petites mobilisations des petits massages pour soulager la douleur hadi donc on fait la respiration aussi لا ريسبيراسيون باش نحدو من داك المشكل ديال 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 لو بلو فريكونس لا ديسبني شي لا فام انسانت كيكون عندها واحد الضيق في التنفس كيتقطع فيها التنفس بعض المرات دونك كنخدموا في هذا لو سونس باش نعلموها كيفاش تنفس دون مانيير كوريكت. فوالا هادشي قبل الحمل. بعد الحمل غنهضروا على لو رانفورسمون اون بارلي دو رانفورسمون مسكولير غادي نحاولوا نقويوا العضله ديال لو بيريني جوستمون بور تريتي هاد لو بروبليم ديال لو برولابسوس اللي هضرنا عليه ديال هبوط الاعضاء ولا بور لو بريفني ولا غير بور بريزيرفي هذاك بور بريزيرفي لا تونيسيتي ديال لو مسكل. وهذا بار دي تكنيك اللي غنهضروا عليهم دابا. نعم نرجع مع دكتور حمزه شنو رايك يعني في الترويض الطبي والتطور ديالو والمساعده ديالو كذلك على العلاج ديال بزاف ديال الامراض اللي تيتهضر ليا مهم كوقايه باش الواحد ما يوقعش في هذا لو بروبليم. دابا تنعرف حيت عندي العائله كاملين اختصاصيين في الولاده تنعرف اللي تيوجهوا للمراه باش تدير هذا الترويض باش ما يجيهمش جوستمون لو برولابسوس باش ولا كاع ولا كان يجي يكون ينقص
يعني كاينين تقنيات اللي كيقدروا يساعدونا صراحه. احسن علاج هي الوقايه تفاصيل. نعم الوقايه يعني دائما خير من العلاج. غادي نكمل معك لاله هند احنجي الاخصائيه في الترويض الطبي. موضوعنا دائما هو يعني الترويض الطبي قبل وبعد الولاده. بعد الولاده شنو هما التقنيات اللي كتعتمدوا عليها؟ داكو دونك نهضروا على التقنيات قبل الولاده او خلال فتره فتره الحمل. قلنا اون ايسيي دو سولاجي هذوك لي لومباجي ولا الم اسفل الظهر باغ دي ماساج دي كونتراكتورون. دونك غنديروا دي ماساج نديرو دي زيتيرمون نحاولو نجبدو هاد لا بارتي هادي بيان سور في دي بوزيسيون ادابتي للمراه الحامل. لا بوزيسيون اللي غادي تقدر عليها حنا كنحاولو نتادابطاو فوالا كنحاولو نتادابطاو لي مامون كاين اللي كيكون عندهم غرو فونت كيكون عندها غير ان فونت صغير دونك حنا اون ايسي دادابتي لا بوزيسيون الحاله ديال لا مامون. ابري كنخدمو اوسي على كنديرو دي ماساج سيركولاتوار بالنسبه للزوديم او الانتفاخ في القدمين سورتو بور اكتيفي هذيك لا سيركولاسيون لنفاتيك اي فينوز. من بعد كنخدمو اوسي لا ريسبيراسيون مهمه جدا. كنخدمو خص تكون عندنا اون ريسبيراسيون ابدومينو ديافراغماتيك ستادير كنحاولوا نحفزوا السيده انها تنفس من البطن ديالها ومع هاد لي ريسبيراسيون هادو اون ايسي دو كومبيني مع ان سيراج ديال لو بيريني. كنقول لها زيرو سكون ابل باللغه المتداوله لو ستوب بيبي. كنقول لها زيري بحال غتحبسي هذيك الرغبه في التبول كتكون اون كونتراكسيون ديال لو بيريني من التحت. دونك فالفتره ديال حتى توصلت داك الدرجه لا في الفتره ديال الشهيق كنقول لها طلعي النفس tout en serrant le périnée كتبقى quelques secondes فاش كترخي كدير زفير وكتكونتراكتي معاه لو موسك سورتو لو ترانسفيرس ديال الابدومين. وكنعاود نمشي دونك هذه سان طرافاي المشاهدين ديالنا لاله هند بخصوص هذا الموضوع. يعني دائما هاد الحركات هادي نديروها عند مختصين في التغذيه الطبيه يعني نمشيو عند مختصين يعني صحاح ويكونوا صادق عليهم ما نمشيوش عند من مكان ونقول بلي انا غادي ندير ترويض طبي هكذا غادي نكون حافظ انا على الجسم ديالي وحافظ كذلك على الصحه ديالي. بيان سور دونك هاد لو طرافاي ريسبيراتوار سان طرافاي لي فا ايسي دو كورديني ما بين لا ريسبيراسيون ولا كونتراكسيون. هذا هو لو طرافاي اللي غادي يعاون السيده فاش غادي تكون كما كنقولوا حنا بالدارجه كتزحم فاش في فتره الولاده. دونك فوالا دونك اون ايسي دو سولاجي لي لومبالجي كنديروا ان طراي كاين دي زيكسيرسيس اوسي دو بومباج ولا دو دريناج باش نشطوا الدوره الدمويه. دونك هذا بوسكي دو لا فاز بريبارتوم ان بوست بارتوم او لا بعد الولاده. بعد الولاده هنا اون فا بارلي قبل الولاده اسمح لي نسيت واحد النقطه غادي نديروا ان طراي ماشي دو رانفورسمون ماشي تقويه مي لاسوبليسمون دو بيريني بور بريزيرفي ديجا هذيك القوه اللي عنده اون فا ايسيي دو لا بريزيرفي نخليوها حيت هو غيتقاس مور الولاده ضروري ما يمكنش لو بيريني ضروري ما كيكونوا فيه دي موديفيكاسيون. دونك حنا خلال فتره الحمل اون فا لاسوبليغ دي زيكسيرسيس شويه خفاف ما يكونوش شويه صعب حيت كتكون المراه باقا متقله صح. ابخي مور الولاده عاد اون فا اتاكي افيك لو رانفورسمون ديال لو بلانشي بيلفي بيرينيال. وهادو كنهضر على ثلاثه ديال التقنيات هما اللي متداولين دابا ومعروفين بيان سور. ابري اون بريسكريبسيون ميديكال كتجي السيده لو كابيني ديال الكينيزي ثيرابوت كنديروا ان بيلون ضروري ان بيلون كنديروا ان تيستينغ موسكولير يعني نحاولوا نقيموا القوه ديال العضلات ديالها كيدار باغ لو توشي فاجينال باليد ديال لو كيني كنحاولوا نعبروا القوه ديال العضلات ونشوفوا الحاله ديال السيده بوغ ادابتي ان تريتمون يعني اللي غيصلح ليها اللي غيصلح لادام. ابخي عندنا سكون ابل تقنيات ليليكترو ستيمولاسيون. الوغ ليليكترو ستيمولاسيون كيفاش غنشرح لك يعني سي كتكون اون سوند فاجينال كندخلوها في المهبل ديال السيده سي جون سوند كتدخل في المهبل ديال السيده وكتعطيو ان كورون سي ان كورون دو باس فريكونس سي بحال واحد الصدمات كهربائيه قليله يعني ما كتحسي غير بان بوتي بيكوتمون كي فا ديكلونشي ولا غادي تخلق واحد لا كونتراكسيون ديال لو بيريني عند السيده باش تحفزها اكثر انها تكونتراكتي راسها. هادي سي لا تكنيك ديال ليكترو ستيمولاسيون. بيان سور سي دي زيكسيرسيس كي سون ريبيتي كندير اون كونتراكسيون بوندون 6 ا 8 سكوند كنحبس ضروري ان طون دو روبو ما يمكنش نبقى غادي هكا ضروري ان طون دو روبو انتر شاك ستيمولاسيون. هادي بور سكي دو ليكترو ستيمولاسيون. عندنا تقنيه اخرى اللي هي لو بيو فيدباك. لو بيو فيدباك كيدار بنفس لاباري كتكون باقا لا سوند في بلاصتها كيدير نفس لا ستيمولاسيون بالكهرباء غير هو كتكون واحد الشاشه اون فاس مع السيده باش كتشوف وكتسمع لا كونتراكسيون ديالها كيديرها لاباري في الاول من بعد كنطلبوا للسيده دير اون كونتراكسيون فولونتير ديرها من راسها
باش كتعلم باغ لا سويت. نعم شكرا ليك لاله هند احنجيل اخصائيه في الترويض الطبي، دائما على حضورك معنا، تقاسمك معنا الاستفاده والمعلومه، نورتينا، شكرا ليك. مرحبا.